measuring instruments. I guess to guess. Vernier and micrometer. الobjective ان احنا نتعلم ازاي نقرا فيرنير كاليبر ونتعلم ازاي نقرا مايكروميتر سكرو جيج. كانترودكشن هنبص في الجدول هنلاحظ ان احنا عندنا 3 انسترومنت. هنقارن ما بين الرولر اللي هي المسطره العاديه اللي كنا بنستخدمها قبل كده ما بين الفيرنير وما بين المايكروميتر. هنلاحظ في دقه القرايه ان الرولر دقه القرايه فيها يعني اقل حاجه ممكن تقراها 1 ملي متر وهنلاقي انها في الفيرنير هنلاقي الدقة بقت أعلى بمقدار 10 مرات 0.1 ملي متر وهنلاقي في الميكروميتر إنها بقت أكثر 100 مرة من الرولر وأكثر 10 مرات من الفيرنير في الدقة لأنها بقت 0.01 ملي متر. يبقى لو دقة الرولر 1 ملي هنلاقي إن دقة الفيرنير 0.1 ملي وهنلاقي إن دقة الميكروميتر 0.01 ملي متر. أولا فيرنير كاليبر ده شكلها اللي هيكون تعامل معاه في المعمل وهي عبارة عن أول حاجة مين سكيل وده عبارة عن سكيل بتاع مسطرة عادية خالص زي اللي كنا بنتعامل بيها قبل كده والمفروض إنها 1 ملي متر بير ديفيجن يعني ما بين كل شرطة والتانية 1 ملي متر. تاني حاجة هو الفيرنير سكيل وده عبارة عن الجزء اللي تحت ده اللي بيتحرك بيفتح ويقفل على حسب ما أنا عايز أحط الأوبجيكت هنا في المكان دوت وأقيس الطول بتاعه. المفروض ان التدريج دوت ما بين كل شرطة والتانية 0.1 ملي متر بير ديفيجن. بعد كده الاوت سايد جوز ودي الفك الخارجي اللي هو بيحوط الاوبجكت من بره والانسايد جوز وده الفك الداخلي اللي بيحوط اللي بيبقى موجود بداخل الجزء اللي عايز اقيس الطول بتاعه. تعالوا نشوف في السلايد ديت هنشرح ازاي نقرا الفيرنير هاو كان يو ريد ذا فيرنير. هنلاحظ ان احنا قرايتنا مقسمه من شقين. اول شق اللي هو معتمد على المين سكيل اللي هو سكيل بتاع المسطره العاديه ودي اللي هي زي ما قلنا انها دقتها 1 ملي متر. تاني شق هيكون بتاع السكيل اللي تحت اللي هو بتاع الفيرنير سكيل وده اللي هو عباره عن 10 شرط. على فكره ال 10 شرط دول عباره عن سكيلينج مع الملي يعني دول بيعبروا عن ملي متر مش بيساوي ملي متر بيعبروا عن مقدار 1 ملي متر. بيعبروا ازاي؟ عن طريق فكره هندسيه فيها معمول عمليه سكيلينج بحيث ان هم يتناسبوا مع الملي. يبقى من اول 0 لحد 10 ده يتناسب مع 1 ملي. بيعبر عنه. طيب تعالوا كده نشوف اول شق في القرايه. اول شق في القرايه ان احنا هنشوف اخر شرط على المين سكيل اللي هي قبل الزيرو بتاع الفيرنير سكيل. اخر شرط على المين سكيل اللي هي قبل الزيرو بتاع المين سكيل. يعني لو بصيت هنا كده ورفعت زي ما انا بشاور بالماوس كده هلاحظ ان اخر حاجة ممكن اقراها هنا هي 1.6 سنتي هي اخر شرطة قبل الايه؟ قبل زيرو. طيب وبالتالي اول جزء في القراية عندي هيكون 1.6 يبقى هكتب ان الريدنج المين سكيل 1.6 سنتيمتر. طب تاني شق عبارة عن ايه؟ نبص كده ونلاحظ كويس قوي العلاقة بين الشرط اللي تحت اللي هي في الفيرنير سكيل وعلاقتها مع الشرط اللي فوقيها في المين سكيل. هنلاحظ هنا ان زيرو كان ما بين شرطتين وهكذا اول شرطه رقم واحد برضو ما بين ابتدت تقرب الشرط ابتدت تقرب لحد ما هلاحظ ان هم بينطبقوا في الشرطه دي اللي هي رقم 6 من تحت من الفيرنير سكيل وبعد كده ابتدوا يختلفوا تاني. يبقى واضح عندي ان في كل الشرط بتاعت الفيرنير سكيل شرطه واحده بس هي اللي انطبقت وما ينفعش يحصل غير ان شرطه واحده بس هي اللي تنطبق ما ينفعش الاقي شرطتين. طيب ده يبقى هنا يبقى احنا لو لاحظنا هنا هنلاحظ ان الشرط بعيد عن بعض بتقرب بتنطبق وترجع تبعد تاني. طيب يبقى تاني جزء من القرايه ان احنا هنشوف انهي شرطه المنطبقه مع الشرطه اللي فوقيها ولكن هنقراها من الفيرنير سكيل لان احنا الجزء الاولاني خدناه من المين سكيل الجزء الثاني بنقراه منين؟ من الفيرنير سكيل. طيب نشوف كده هنلاقي ان الشرطه رقم 6 اللي هي 6 لاين الشرطه رقم 6 هي دي الشرطه اللي احنا عندنا منطبقه وعايزين ناخد قريتها. هناخد قريتها ازاي؟ رقم 6 دوت هيتكتب ازاي؟ هنبص هنلاقي ان الفيرنير سكيل هيكتب 0.06 سنتيمتر لان 6 دي عباره عن 6 من 10 من الملي لان لغايه 10 كده يبقى بيقرا 1 ملي لو هو قرا 6 يبقى 6 من 10 من الملي ولما احول الملي لسنتي هقسم على 10 يبقى 0.06 سنتيمتر. لما اجمع الاثنين على بعض هيطلع الفاينل ريدنج بالنسبه لي 1.66 سنتيمتر. يبقى الفاينل ريدنج للقرايه اللي قدامي دي اللي احنا جمعناها عباره عن مقسمه من شقين هي الفيرنير ريدنج 1.66 سنتيمتر.
exercises on reading the vernier. هنتعرض دلوقتي لشوية exercise كده عشان نشوف هل احنا فهمنا ازاي نقرا vernier ولا لا. What readings are shown on the following scales. عايزين نبص كده ونشوف القراية ديت. يلا حاول كده يا باشمهندس انك تقراها. اقرا كده اول جزء فيها وشوف اخر شرطة في المين سكيل قبل الفيرنير سكيل الزيرو بتاع الفيرنير سكيل هتبقى كام. هتطلع 3 لان الشرطة ايه 3 قبل الزيرو. طيب تاني حاجة انهي شرطة المنطبقة من الفيرنير سكيل مع المين سكيل وعايزين نراها من تحت. الشرطة التانية وبالتالي أول قراية هتبقى 3 تاني قراية هتبقى 0.02 أجمعهم الاتنين على بعض يطلع الفاينل ريدنج بالنسبة لي 3.02 سنتيمتر. إكسرسايز 2 شوف كده أول شرطة 0 آخر شرطة قبليها من سكيل كام؟ هنلاحظ هنا ان الزيرو منطبق مع الشرط اللي قبليه ولو الزيرو انطبق مع الشرط اللي قبليها ما يعنينيش ان انا خلاص ابص لان مش هلاقي انطباق غير مع الشرط رقم 10. لو لقيت انطباق مع الشرط رقم 10 وده طبيعي نتيجه ان الزيرو انطبق يبقى اصلا ما فيش اي شرط من جوه هتكون منطبقه يبقى القرايه بتاعتي هتبقى فاينل 2.10 سنتيمتر. اكسرسايز 3 الزيرو اخر شرط قبليها على مين سكيل ١.١ لانه مش منطبق مع ١.٢ هي قبليها بحاجة بسيطة. الشرطة المنطبقة من تحت مع اللي فوق شرطة رقم ٨ يبقى الفاينل ريدنج بالنسبة لي ١.١٨ سنتيمتر. اكسرسايز ٤ القراية دي كام 0.00 طيب والقراية دي كام حاول تقراها كده ٠.٣٧ والقراية دي كام 1.04 والقراية دي كام 2 سنتيمتر والقراية دي كام 2.46 سنتيمتر. والقراية دي كام 3.35 والقراية دي كام 4.96 سنتيمتر. ثانيا مايكروميتر سكرو جيج ده شكل مبسط المايكروميتر الجزء دوت من ثابت ده ثابت اسمه الانفل وده جزء متحرك مع الالغوز مع الجزء الالغوز بيسموه سبندل وده الاوبجكت اللي هيبقى بينهم هما الاثنين. الجزء ده بيسموه سليف والسكيل اللي عليه هنسميه سليف سكيل والجزء ده اسمه ثيمبل والجزء اللي بيلف هو ده اللي بيلف دائري دوران دائري عشان ده يتحرك ويقرب او يبعد والتدريج اللي عليها هنسميه ثامبل سكيل. والجزء دوت عباره عن جزء مهم جدا اثناء ما انا بقفل على الاوبجكت علشان لما يوصل لوضع معين الجزء دوت هيفوت وهيعمل صوت ومنها اعرف ان انا وصلت كده للقفل الصح ومفيش داعي ان انا اقفل على الاوبجكت اكتر من كده. ده شكل حقيقي لجزء من المايكروميتر اللي موجود عندنا في المعمل ده كده اسمه السليف سكيل اللي هو جزء ثابت زي ما كان في الفانيا عندي المين سكيل ممكن اعتبره المين سكيل واسميه او اسميه سليف سكيل
ده 1 ملي متر بير ديفيجن اللي هي الشرط اللي فوق من دي. طيب الثامبر سكيل دوت عباره عن 50 ديفيجن بير ترن، كل لفه عباره عن 50 شرطه، وكل شرطه ثامبل سكيل ديت كل شرطه تمثل 1 على 100 ملي متر. يعني الايديه بتاعت الشرطه دي مثلا 1 ملي متر، الايديه اللي من تحت دي 0.5 ملي متر، والايديه بتاعت الشرطه اللي بعد 30 هي شرطه رقم 31، ودي هتبقى تتكتب عندي 0.31 ملي متر. ليه؟ لان هي 100 شرطه من دول يعملوا ملي، يبقى لو انا قريت 31 بس يبقى 31 على 100 من الملي، يبقى 0.31 ملي متر. تعالوا كده نشوف ازاي نقرا المايكرومتر، هاو كان يو ريد ذا مايكرومتر. برضو عندي نفس طبيعه القرايه، عندي القرايه مقسمه لشقين، اول شق معتمد على السليف سكيل وتاني شق معتمد على الثامبر سكيل. السليف سكيل هنبص كده فين عايزين نقرا اخر شرطه على السليف سكيل تكون قبل الثامبر سكيل، يعني اخر شرطه شايفها قدامي قبل الثامبر سكيل. نبص كده هنشوف دي شرطه رقم كام، دي 0 half 1 1 and half 2، دي شرطه 2 ملي متر، يبقى هنلاقي اول جزء 2 ملي متر في الريدنج، يبقى اول جزء في الريدنج اللي هو بتاع السليف ريدنج 2 ملي متر. تاني جزء هنقراه ازاي؟ هنشوف الشرط الدائريه اللي بتتحرك قدامي دي، هنشوف انهي شرطه منهم اللي منطبقه مع الخط الافقي بتاع السليف سكيل الهوريزونتال ده، انهي شرط من الشرط ديت هي المنطبقه. فلقيت هنا الشرطه دي، طيب دي 35 36 37، يبقى دي الشرطه رقم 37، لاين نمبر 37، يبقى هتتكتب ازاي؟ 0.37 ملي متر. نبص كده هنلاقي فعلا الثامبل ريدنج 0.37 ملي متر. خلي بالك ان هنا بيتكتب 2 بالملي، وكنا هناك بنكتب في الفيرنير بالسنتي. الفاينل ريدنج هتبقى 2.37 ملي متر، يبقى المايكرومتر ريدنج 2.37. يبقى خدت الجزء الاولاني من السليف سكيل والجزء الثاني من الثامبل سكيل. exercises عشان نتاكد كنا عارفين نقرا المايكرومتر ولا لا. exercise 1 what readings are shown on the following scales. يلا اقرا كده اخر شرطه موجوده على السليف سكيل قبل الثامبل سكيل، حاول تقراها كده. يلا .5 اخر شرطه كنت انا شايفها بعينيا 2.5 ملم. طيب الشرطه المنطبقه من الثامبل سكيل هتبقى شرطه رقم 23، يبقى هتتكتب 0.23، هجمع 2.5 على 0.23 يطلع لي المايكرومتر ريدنج 2.73 ملي متر. طيب اكسرسايز 2 اخر شرطه رقم كام على المين سكيل او السليف سكيل؟ قال لي 2 ملي متر. طيب هنا انهي شرطه المنطبقه مع الخط الافقي؟ هل الشرطه رقم 49 ولا رقم 48؟ الزيرو دوت بيناظر ال 50، لان دي المفروض تبقى 50 او زيرو، ان هو بيغير بيلف بيعمل دوره كامله كل 50 شرطه. طيب يعني 45 46 47 48 49. لو بصيت هنا كويس هتلاحظ ان ولا ال 48 ولا ال 49 منطبقين، ساعتها هاخد انهي رايه منهم؟ من حقي ان اخد اي واحده من الاثنين، مش هعمل تقريب ولا هاخد متوسط ولا هاخد اي حاجه، من حقي اكتب الاثنين. وعشان كده هيتكتب هنا ان ممكن اخد 48 او ممكن اخد 49، يبقى هجمع مره 0.48 او 0.49، اخد القرايه منهم اللي تعجبني واكتبها عندي. يبقى المايكروميتر ريدنج هتكون يا اما 2.48 ملم او 2.49 ملم. اكسرسايز 3 اخر شرطه على تيف سكيل 1.5، الشرطه المنطبقه رقم كام من السامبل سكيل؟ 0.38، اجمعهم الاثنين على بعض يطلع 1.88 ملم. اكسرسايز 4 اخر شرطه واضحه من على سليف سكيل 0.5 ملم، اخر الشرطه المنطبقه من السامبل سكيل مع الافقي بتاع السليف سكيل 0.49 ملم، اجمع الاثنين على بعض يطلع 0.99 ملم. زيرو ايرور. هل لما اقفل المايكروميتر على الاخر، حتى تعالوا نقراها كده، before using a micrometer we must check for a zero error. طيب هنا واضح جدا ان انا لما قفلت، يعني ايه اقفل على الاخر؟ يعني اقفل المايكروميتر على الاخر من غير ما يكون جواه اي اوبجكت، المفروض ساعتها ما فيش ما بيقراش حاجه، وبالتالي المفروض يقرا زيرو.
يرى 0 يعني الزيرو الدائري بتاع الثامبر سكيل يكون منطبق مع الاكسس الافقي دوت بتاع السليف سكيل ويكون منطبق مع الزيرو اللي هنا بيرى 0 يعني. طيب فكلوز ذا مايكروميتر تو ذات ذا سبيندل تاتش ذا امبل المفروض ساعتها يقرا ايه 0.00 يبقى كده الزيرو ايرور ما طلعش اي حاجه لان ما فيش زيرو ايرور. طيب في حاله ان انا اقفل والاقي الوضع بالشكل دوت يبقى هلاحظ هنا ان الشرطه الثالثه هي المنطبقه مع الاكسس الافقي بالرغم ان المفروض يكون الزيرو هو المنطبق. يبقى هنا حاليا عندي ثلاث شرط زايدين في قرايه المايكروميتر. يبقى this micrometer has a zero error, zero reading is 0.03. يبقى هو اضاف دلوقتي 0.03 ملم. لما هو يضيفهم واجي انا اقرا بعد كده اي حاجه بقيسها في التجربه المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا انقص القرايه اللي هو اضافها عشان اعالج الخطا بتاعه. يبقى ساعتها هعمل subtract 0.03 from all readings taken with this micrometer. يبقى انا الاول هحدد ان انا هقفل على الاخر واتاكد لو لقيته قرا قرايه زي كده اضافها حاجه انا بعد كل قرايه باخدها في التجربه عندي هقوم طارح منها القرايه ديت. طيب ممكن يحصل العكس ان هو بدل ما يبقى على زيرو يجي الشرط تحت الزيرو يعني يرجع لورا يعني يعدي زيرو بكذا شرطه ساعتها هيبقى اضاف هو ساعتها يعتبر طرح نيجاتيف 0.03 ملم. وفي الحاله دي انا هعمل اد حجم على الثلاث شرط دولت كل مره عشان اكنه كان بيقرا زيرو. طيب اكسرسايز على الكلام ده اكسرسايز 1 What would be the true length being measured above if the micrometer had a zero reading of 0.00. الاول ناخد القرايه العاديه بعد كده نشوف الزيرو ايرور الزيرو ريدنج تاثيرها ايه. القرايه العاديه اول جزء 1.5 ثاني جزء 0.38 وهنبص على 0 هنلاقي 0.00 يبقى مش هنغير اي حاجه في الفاينل انسر بتاعتنا يبقى المايكروميتر ريدنج 1.88 ملم. تاني جزء هنلاحظ ان 0 ريدنج بوزيتيف 0.02 ناخد برده قرايتنا الاول اول جزء 1.5 تاني جزء في القرايه 0.38 بعد كده نشوف الفاينل بتاعي دوت اللي طلع نتيجه جمع المقدار ده على المقدار ده حجم عليه ولا هطرح منه؟ هو هنا الفينير اصلا هو جامع شرطتين زياده يبقى انا هطرحهم من الفاينل انسر بتاعي. هنشوف كده المايكروميتر ريدنج 1.88 ماينس 0.02 هيطلع 1.86 ملم. الحاله الثالثه واضح ان هو عامل نيجاتيف يعني هو طارح ثلاث شرط منقص ثلاث شرط من القرايه بتاعته. يبقى هاخد قرايتي 1.5 0.38 مايكروميتر ريدنج 1.88 بلس 0.03 ملم يبقى ايكوال 1.91 ملم. كده يبقى انا المفروض عن طريق البرزنتيشن دي عرفت ازاي اقرا الفيرنير كاليبر وعرفت ازاي اقرا المايكروميتر سكرو جيج. دي الفيرنير بفتح كده في الاتجاه ده او اقفلها ممكن تتحرك معايا بعد ما اخد القرايه بتاعتي وعشان كده بحتاج اقفل المحبس ده ان هو ده اللي بيسمح بان الفك ده يتحرك او يعني نغير مكانه لو قفلته هيثبت مكانه. measuring the length of an object لو عايز اقرا طول object زي الجسم اللي قدامي ده بفتح لحد ما المكان اللي بين الفكين ياخد الاوبجكت اللي انا عايز اقيسه. measuring the outer diameter of a cylinder قطر خارجي اسطوانه هفتح الفكين لحد ما يقفل على الاسطوانه بالشكل اللي قدامي ده كده انا ضمنت ان هيش دوت هو القطر الخارجي للاسطوانه. ممكن احطه بالوضع اللي انتم شايفينه قدامكم ده ولكن مش شرط ان يبقى في النص بالظبط وبالتالي ممكن يكون في نسبه خطا لكن الوضع الاصح هو الوضع ده. هقيس ديامتر داخلي قطر داخلي وده بالفكين التانيين انا هفتحهم لغايه لما يبقوا ملامسين للجدار بتاع الاسطوانه من الداخل زي ما شايفين قدامنا كده
عايز اقيس ديبس عمق. عمق هول او فجوة داخل اوبجكت. هفتح وهحط الجزء اللي بيقيس العمق لحد ما يوصل لغاية نهاية العمق بتاعي. بعد كده اشوف الآلية بتاعته. هنلاحظ هنا ان نفس المسافة اللي اتاخدت في العمق هي نفس المسافة اللي بين الفكين بالوضع ده. Reading the vernier caliper. ازاي هنقرا الفيرنير؟ لو فتحت الفيرنير على اوبجكت حطيت بينها اوبجكت بالشكل ده، هبص على الفيرنير هلاقي ان في تدريج بالانش بالبوصه وتدريج بالسنتي. انا هتعامل مع تدريج بالسنتي. هنلاحظ ان هو الميجر ديفيجن 1 سنتي والماينور 0.1 سنتي، يعني 1 ملي، وده تدريج بتاع المين سكيل. لو بصيت على تدريج بتاع الفيرنير سكيل هنلاحظ ان تقريبا 10 شرط بعد الزيرو. اول خطوة اني هشوف الزيرو، اخر شرطة قبليه في المين سكيل هل هو منطبق معاه ولا لا. مش منطبق يبقى هقرا اخر شرطة قبليه. هو هنا حاليا الزيرو ما بين 6 و 7 بالسنتي، يبقى القراية بتاعتي 6 بوينت. بعد كده هدور على بعد البوينت ده. هنلاحظ ان بعد 6.3 وقبل 6.4 يبقى هحط 6.3 سنتي، وفاضل الرقم اللي بعد 3. هشوف الانطباق ما بين الشرط اللي من تحت والشرط اللي من فوق. هنلاحظ ان في شرطه واحده بس هي المنطبقه، وهي شرطه رقم 2 من تحت منطبقه مع الشرطه اللي فوقيها، يبقى قرايتها 0.02. هضيف دي على القرايه اللي فاتت تطلع 6.32 سنتيمتر. سيلف ستادي، حاول تشوف القرايات بتاعت الاوبجكتس ديت ايه. لو انا عندي اوبجكت فتحت معاه الفتحه حطيته فتح الفتحه دي، اللي حاول تقرا كده الشرطة منطبقة رقم 9، يبقى 3.29 سنتيمتر. عايزين نعين radius بتاع السفير دي. يلا حاول تقرا القراية دي دلوقتي كده. ده شكل المايكروميتر، بحط جواه الاوبجكت بالشكل ده واقفل عليه الثامبل واقفل اللوك عشان خاطر القراية بتاعتي ما تغيرش، وابتدي اشوف هقرا ازاي. مايكروميتر ريدنج، بحط الاوبجكت واقفل عليه لحد ما اسمع صوت تكه، بعد كده اقفل اللوك وابتدي اقرب اشوف الريدنج. هلاقي قرايه المين سكيل اللي هي اخر شرطه باينه عندي هي الشرطه 2.5 ملي متر، والشرطه المنطبقه من على الثامبل سكيل 0.31.
يبقى 2.5 plus 0.31 يبقى 2.81 مليمتر. عايز اشوف هل في زيرو ايرور ولا لا في المايكروميتر ده. بقفل المايكروميتر من غير ما احط اوبجكت لغايه ما اسمع التكه واشوف، هلاقي ان الزيرو بتاع الثامبل مش منطبق على الزيرو بتاع المين سكيل، ولكن متاخر بشرطتين، يبقى طارح شرطتين يعني 0.02 ملي، هضيفهم على اي قرايه هقراها. اكسرسايز هشوف الاول الزيرو ايرور، هلاقي ان في ناقص شرطتين يبقى نيجاتيف 0.02، هضيفهم بالقرايه اللي هقراها دلوقتي. هحط الاوبجكت واقفل اللوك هشوف القرايه، هلاقي اخر شرط عندي على المين سكيل 16 ملي 16 ملي متر بلس 0.39 يبقى 16.39 مليمتر، وهجمع عليهم الشرطتين اللي كانوا في الايرور يبقى 16.41 مليمتر.